نلاحظ أهالي بغداد وأهالي الديوانية وأهالي البصرة وكل محافظات العراق وأهالي محافظة كربلاء المقدسة يأتون من كل مكان للاستماع والاطلاع على هذه السلسلة القيمة، سلسلة المحاضرات العلمية في التحليل الموضوعي لسماحة السيد الصرخ الحسني. ها هم المؤمنون يتوافدون، والآن نلتقي بالأخ. السلام عليكم. السلام عليكم. من أي محافظة؟ محافظة السماوة. أهلا وسهلا ومرحبا بك. بك أكثر إن شاء الله. هذه أول مرة تأتي إلى هذا المكان؟ لا، هاي تقريبا الرابعة. هاي المرة الرابعة. يعني ماذا استفدتم في المرحلة السابقة من سلسلة المحاضرات التي ألقاها سماحة السيد الصرخ الحسني؟ بالنسبة للاستفادة، الاستفادة كثيرة. نعم. أولا هي محاضرات علمية، وهذه المحاضرات العلمية يعني في الجانب الأول كشف حقائق، لا سيما يعني حول شخصية المختار، شخصية محمد بن حنفية. كانت هاي الشخصية كانت مجهولة، يعني أكو شك في وضعها في تاريخه. كشفت الحقائق هاي، كشفت بعد ما السيد بحث بها وانطانا بعض الأدلة وبعض المبرهنات والأدلة. هي اسم حضرتك؟ إبراهيم السوادي من السماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. هذه أول مرة تحضر؟ لا، إن شاء الله أكثر من 3 مرات تقريبا جيت لسماحة السيد. يعني شنو سبب حضورك إذا هذا المكان؟ سبب وجود يعني على مدى المحاضرات العلمية اللي هي سماحة السيد، يعني كشف حقائق تاريخية يعني لأول مرة تقريبا بتاريخ المرجعية. نعم. والحمد لله يعني وجدنا إنه هذا المواضيع الموجودة يعني بمواضيع بناء يعني وتطرح لأول مرة على الساحة العلمية. نعم. من أي محافظة؟ من محافظة ميسان. أهلاً وسهلاً بك أكثر. اسم حضرتك؟ أبو عبد الله العنزي. أي محافظة؟ من البصرة. أهلاً وسهلاً. يعني ماذا استفدتم في المرحلة السابقة؟ يعني صراحة من النادر أن نجد مرجع دين يعيد كتابة العقيدة والتاريخ. نعم. ذاك السيد الحسيني عاد يعني هذه الصيغة، فبحث في كثير من الشخصيات التي ذكرتها يعني كتب الروايات والتاريخ، ومجد بها اكثر من يعني ما يستحقها. فاظهر السيد حسني دام ظله الكثير من هفوات ونقاط الضعف. هسه هذه الاسباب اللي كانت موجوده قد تكون شخصيه، قد تكون اكو جانب سياسي. المهم هو السيد حسني لا زال يبحث في القضيه ويوضح كثير من الشبهات يبعدها ويكشف للتاريخ، وهي ذمه، هي يعني براءه ذمه. السيد اسم حضرتك؟ الشيخ كريم ناصر المالكي. السلام عليكم. السلام قاتي. من أي محافظة؟ من محافظة بغداد. أهلا وسهلا بك. هذه أول مرة تجي للمحافظة؟ لا، دائما نجي إن شاء الله. يعني أكثر من مرة؟ إن شاء الله. ماذا استفدتم في المحاضرات السابقة؟ والله يعني محاضرات يعني أول مرة شنا حيش يعني حقائق يعني. يعني المحاضرات اللي سابقة كانت حول شخصية المختار. نعم. يعني شنو اللي كشف لك سماحة السيد الصرخ الحسني؟ معروف يعني بالساحة، خاصة الساحة الشيعية، يعني يعني شخصية المختار في الشخصية يعني منزه عن خطأ، منزه عن الشطحات، منزه يعني، وكان مدعوم من الإمام معصوم. اسم حضرتك؟ مهدي مطش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من أي محافظة؟ محافظة بابل. أهلا وسهلا ومرحبا بك. هذه أول مرة تأتي؟ لا ليست أول مرة. نعم. مرات عديدة جئت إلى براني سماحة السيد استماع المحاضرات. نعم. القيمة تلقيها سماحة السيد. ماذا استفدتم في المرحلة السابقة من المحاضرات؟ والله تعرفنا على صحة التاريخ، يعني لأن كنا في الحقيقة ضبابية وغمامة في التاريخ، وسماحة السيد كشف أمور كثيرة جدا كنا في غفلة عنها. اسم حضرتك؟ خالد الجبوري. هذه أول مرة تحضر بها إلى كربلاء؟ الفضل لله سبحانه وتعالى. هذه المحاضرة الثانية، وحقيقة أن سماحة السيد الحسن الصرخي دام ظل قد أبهرنا بهذه المحاضرات القيمة، ولربما كانت قضايا خافية عنا ومطمورة هذه القضايا، ولكن سماحة السيد الحسني وبفضل الله سبحانه وتعالى قد كشف النقاب عنها وبين كثير من الحقائق. وأنا من هذا المكان أدعو جميع الباحثين وأدعو جميع الكتاب أن يطلعوا، أن لم يحضروا فليطلعوا عبر الإنترنت على هذه المحاضرات، والتي تعد حقيقة أنها وقفة منصفة ودعوة حقيقية بالورقة والقلم للوحدة الإسلامية. فأنا هذه دعوة أوجهها لكل الكاتبين المنصفين. اسم حضرتك؟ الأستاذ حيدر الجبوري من مدينة عفك. لأي محافظة؟ محافظة ثقاف قضاء. أهلا وسهلا. هل هذه هي المرة الأولى التي تحضر فيها إلى هذا المكان؟ لا، متعود إن شاء الله كل خميس وجمعة إحنا هنا نجي لإقبال السيد ونسمع المحاضرات التاريخية. لا. وهذه المحاضرات القيمة اللي كشفت الحقائق، ويعني
ماكو مرجع بال يعني بالتاريخ الماضي والحاضر اللي 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 يبحث بهاي القضية التاريخية، واحنا متفاجئين يعني والحمد لله والشكر. وكان يعني حتى تواجد الناس اكثر يعني حتى من غير المقلدين السماحة السيد الحسني، وجاي نشوف يعني الترحيب والاستقبال. ما اسم حضرتك؟ عدنان السنجري. اسم حضرتك؟ ماجد الشويلي. من اي محافظة استاذ ماجد؟ نجف كوفة. اهلا وسهلا بك، حياك الله. هل هذه المرة الاولى التي تحضر فيها الى هذا المكان؟ لا الحمد لله، هاي المرة السادسة. تشرفنا بالمحاضرات القيمة لسماحة السيد الصرخ الحسني، محاضرات قيمة ذو معلومات مع الأسف كانت غامضة على المجتمع الإسلامي. ونتأمل من الله أن تزيد هذه المحاضرات لإظهار الحقائق الإسلامية الغامضة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون أخوي؟ من أي محافظة؟ من البصرة. اسم حضرتك؟ حيدر نجم عبد الله. حياك الله أستاذ حيدر. هاي أول مرة تجي بيها للمحاضرات؟ هاي أول مرة أجي بيها المحاضرات إن شاء الله. أنا سيد الوالد. نعم. جبته. يعني أنت وياك سيد الوالد. نعم. جئتوا من محافظة البصرة. محافظة. يعني شنو سبب حضورك إلى هالمكان؟ والله سبب حضوري الاطلاع على المحاضرات عنوان تحت تحليل عنوان الموضوع العقائدي والكشف الحقائق التاريخية. يلقيها سماحة يعني السيد. هل وجهت لك دعوة أم اطلعت على مواقع التواصل أو من خلال البث المباشر على اليوتيوب للمحاضرات السابقة للسيد صرخ الحسني؟ نعم، هناك دعوات وجهت لجميع الناس وهي دعوة عامة.